ساعة قليلة تفصل عن السهرة الختامية لبرنامج Dancing with the Stars، فكيف يتفاعل الشارع مع البرنامج؟ الجواب مع جويس عاية. إيه شو لكن Dancing with the Stars؟ Dancing with the Stars. 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 على كل شفة ولسان هو، والإجابة عن سؤال شوفي الأحد عشية على MTV كانت سهلة، فبرنامج Dancing with the Stars حصد جماهيرية واسعة ومتابعة كثيفة. كتير 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 حلو، منحبه كتير ونبقى ناطرينه كمان. منطره مناطر. كتير مهضوم، كتير حلو، إذا بتقبلوا نحن نشارك فيه بيكون أحلى. شي جديد بلبنان غير الأغاني؟ أكيد غير، وعلى MTV بيّن غير كمان. بعقد، كتير حلو. MTV على طول ناجحة. ناجح 100%، وشجع كتير ناس على إنه يكتشفوا موهبة بلبنان أو هواية بحبوها ما كانوا عارفين إنه هالقد هي لذيذة وحلوة. يعني صارت كل العالم عم تسعى إنها تروح ترقص. تفاجأت إنه في عنا إنتاج هالقد ضخم بلبنان، تفاجأت صراحة. فاجأتوني الشاكوباب. روزاريتا، نايا، وندى، ثلاث مشتركات وصلنا إلى التصفيات، ولكل واحدة منهن معجبون ومعجبات. روزاريتا. ليه؟ مهضومة، شاطرة، حلوة، وبنتي بتحبها. أنا بحب ندى أبو فرحات. نايا هيك نغشة وكذا. ثلاثة تنو منيح. هو أنا مشي فيه من نايا. أنا مع نايا. ندى أبو فرحات بدي. أنا بحبها لندى. ندى. ثلاثتهم حلوين، ثلاثتهم يربحوا. معلش. ثلاثتهم يربحوا. نايا كتير شاطرة بحسها. النتيجة يحسمها تصويتان، تصويت المشاهدين وتصويت لجنة الحكم، ومساء الأحد ستكون السهرة مشوقة وساحرة مع الفنانة نانسي عجرم، وستشهد السهرة ولادة نجمة راقصة، وسيكون ختامها مسك، لكن النهاية ستكون حتما بداية لموسم جديد، فلقاء النجوم لن يطول على شاشة النجوم.